طبعا نحن لسه هلا باليونت 1. الليسن اليوم هو الليسن 9، عم بيقول الليسن 9 شيرينج ان ذا كلاس روم. طبعا انا منين جبتوا لهذا العنوان؟ جبته من كتاب النشاط بصراحه، لانه هون من جوجل لما نزلت الصفحات ما كانت مبينه ابدا فيهم العنوان. اوكي، فالبارت 1 من هاي الدرس توك حديث عم يقول imagine that you are going to act in a play. تخيل بانك سوف تمثل في مسرحيه. What animal do you want to be؟ أي حيوان أنت تريد أن تكون؟ Why؟ لماذا؟ Ask three friends، اسأل ثلاث أصدقاء. حديث، افتح حديث مع أصدقائك أو مع صديقك، بس بدون ثلاثة. What do you want to be؟ ماذا تريد أن تكون؟ Why do you want to be a؟ هلا في عالم كتير بتحب تكون كمل جمل، ناس بتحب تكون بات اللي هو الخفاش. بارت 2 عندي اياها listening، ما راح ادخل فيه لانه بيكون نشاط صوتي صفي. البارت 3 over to you، عم بيقول الاسئله what are you good at doing، بماذا انت جيد، بصناعه ماذا انت جيد، بفعل ماذا انت جيد. what are you not good at doing، بشو انت لست جيدا، بشو. tell your partner، خبر زميلك. طبعا بدنا نبلش الحديث ب I am good at، انا جيد ب، but I'm not good at، لكن انا لست جيدا ب. هلا مثلا ممكن انا حدا يسالني انا الي انا what are you good at doing، بقول لك انا I'm good at walking، at running، مشي، ركض، acting، ممكن تمثيل شوي. طيب عم بيقول then write a sentence about your partner، ثم اكتب جملة عن صديقك أو زميلك. هو زميلك أنت سألته هو أجاب، فبدك تكتب جملة عنه يعني. tell the class about your partner، خبر الصف عن زميلك. مثلا نقول خولة، خولة is good at، خولة جيدة ب swimming. okay، خولة is good at swimming but she isn't good at skipping، لكن هي ليست جيدة بالقفز. سكابينج، تتذكروا سكابينج مع السكابينج روب، مو هيك حبل هذا القفز. اوكي، هلا البارت 4 عم بيقول ليتس دو ات، دعونا نقوم بها. درو ان انيمال، ارسم حيوانا. ذين اسك يور فريند تو نيم ات، ثم اسال اصدقائك ان يسموه. now both of you must write the name of the animal، الآن كلاكما يجب أن تكتبا اسم الحيوان. and check your spelling، وتتحقق من كتابة الأحرف لإله. تمام، هلا عندي language deductive كمان، هون في عندي أشياء متعلقة باللغة، أنه أنا لما مثلا بدي أضيف ing للفعل شو رح يصير. عم بيقول what happens when you add ing to a short vowel word that ends in a consonant، عم بيقول عندما شو بيصير نحن لما نضيف ing لكلمة بحرف صوتي قصير وتنتهي بحرف ساكن. مثلا عندي ران، ران يعني اليو مثل ما كنتم شايفينها، هي حرف هون شورت فاول. تمام، وعندي الحرف الان هو كونسونانت، فلما انا بدي اجي اضيف الاي ان جي لهذا الفعل بدي ضاعف الحرف الان. تمام، مشان ما يلتقي الصوتيين اللي هو الاي باي ان جي، اي صوتي ويو صوتي، ما بصير يلتقوا الصوتيين. عندي هوب هوبينج، سويم كمان سويمينج نفس الشيء. عم يقول what happens when you add ing to a word that ends in a silent e، طيب ماذا يحدث عندما نضيف ال ing لكلمة تنتهي بال e silent. ال e silent يعني e نحن بنكتبها بس ما بنلفظها، صامتة. مثلا عندي hop، نحذف ال e. طبعا شو بيصير نحن رح نحذف ال e لحتى نقدر نضيف ال ing، بصير hop hopping، write writing، make making. تمام، أما اللسن 10 فشيرينج إن ذا كلاس روم كمان نفس الشيء، المشاركة في الصف، وهي بارت 2 هذا القسم الثاني. عم بيقول بارت 1 توك أباوت، تحدث عنها. لوك أت ذا بيكتشر بيلو، انظر إلى الصورة في الأسفل. هو آر ذا كاركترز، من الشخصيات. وات دو يو ثينك هابنز إن ذيس بلاي، ماذا تتوقع أن يحدث في هذه المسرحية. بارت 2 ريد أند لسن، هون بدنا نقرأ كمان ونستمع.
عم بيقول read and listen along to part 1. اقرأ واستمع على طول للجزء الأول. answer the questions، أجب عن الأسئلة. 1. where are the animals، أين هي الحيوانات. 2. who's all، من هو ال all هو طبعا البومة. 3. what are the animals doing، ماذا تفعل الحيوانات. هلا share my scissors، تقاسم المقصات. بارت 1 narrator يلي هو الراوي عم يقول the animals are making a project in the classroom، الحيوانات تقوم بصناعة مشروع في الصف. and they are getting their pictures ready، وهم يقومون بتجهيز صورهم. بات يلي هو الخفاش، داك بطة، بير الدب، and kangaroo والكنغرو are walking in a team together، وهم يمشون في كفريق سوية to make their project لصناعة مشروعهم. all clearly طبعا هون البومة وبوضوح عم تقول I can see you are working very hard on your projects، بإمكاني أن أرى بأنكم تعملون وبجد على مشاريعكم. well done، أحسنتم everyone، كل واحد. Please could you start tidying up now، من فضلكم هلا بدأتم بالترتيب الآن. Thank you، شكرا لكم. Pat يلي هو الخفاش loudly وبصوت عالي، Yes I'm coloring my picture، أنا ألون صورتي، نعم أنا ألون لوحتي أو صورتي. Bear happily وبسعادة يتكلم الدب، and I'm cutting out my picture، وأنا أقص صورتي. كينجرو هابلي كمان بسعادة، I'm using glue، أنا أستخدم الصمغ to stick my picture on the poster، لألصق صورتي على البوستر. كمان هلا صرنا باليونت 11، what does it mean؟ Part 1 talk، what do you remember about part 1؟ ماذا تتذكر عن الجزء 1 of the play للمسرحية on the previous page بالصفحة السابقة. Work with a partner and tell each other، اعمل مع زميل واخبروا بعضكم البعض. طيب عندي البارت 2 عم بيقول read and listen، اقرأ واستمع. Now read and listen to part 2، الآن اقرأ واستمع للجزء الثاني. and answer the questions، وأجب عن الأسئلة with your partner مع زميلك. عندي question 1، why is dog sad at the start of the play، لماذا البطة حزينة في بداية المسرحية. 2 question 2، why is dog happy at the end of the play، لماذا البطة سعيدة في نهاية المسرحية. هلا البارت 2 شو هو؟ عم بيقول أول شيء عم تحكي الآل يلي هي البومة، عم تحكي هيك and dog how are you doing، كيف حالك؟ نيرثر عم يقول الراوي dog looks very sad، تبدو البطة حزينة جدا. قال البومة what's the matter، ما المسألة ما المشكلة dog، أيتها البطة. Is something wrong، هل يوجد أي شيء خطأ. Dog sadly وبحزن تتحدث البطة. I can't do my project، لا أستطيع أن أفعل مشروعي. And I'm very sad، وأنا حزينة جدا. Why can't you do your project dog، لماذا لا تستطيعين أن تفعلي مشروعك أيتها البطة. Dog sadly بحزن. I don't have colored pencils to color in my picture، ليس لدي أقلام تلوين، يكون قلم هيك مثل أقلام الرصاص بس بتكون ملونة لتلوين لوحتي. بات هبلي طبعا هون عم يحكي البات اللي هو الخفاش، شير ماي كولورد بنسلز، تقاسمي معي أقلام التلوين. داك سادلي وبحزن، اي دونت هاف سيزرز تو كات اوت ماي بيكتشر، ليس لدي مقص لأقص صورتي أو لوحتي. بير هبلي الدب وبسعادة، شير ماي سيزرز، تقاسمي مقصي، تقاسمي معي مقصي. دق البطة، I don't have glue to stick my picture on the poster، ليس لدي صمغ أو مادة لاصقة لألصق لوحتي على البوستر. كينجرو هابلي، have my glue، خذي لاصقي. داك very happily وبسعادة قالت البطة. Thank you، شكرا لك my friends، شكرا لكم أصدقائي. Thank you for sharing and helping me،
شكرا لمشاركتي ومساعدتي. Please could you pass me the colored pencil؟ هل مررتم لي أقلام التلوين scissors المقص الجلو والصمغ؟ Thank you very much. شكرا لكم. Bear, bat, kangaroo. Of course, طبعا. Here you are. تفضلي. هلأ آخر شيء عندي الأل وبهبلي. الأل هي البومة، عم تقول that's great، هذا عظيم. Everyone، كتير كويس إلكم كلكم يا شاطرين. You are all working together in a team، أنتم تعملون سوية في فريق. Narrator يلي هو الراوي عم بيقول so bad، kangaroo and bear، وهكذا الخفاش الكنغرو والدب. Shared their colored pencils، تقاسموا أقلام التلوين scissors المقص and glue واللاصق وزدك مع البطة. And helped him، وساعدوه to finish his picture، لنهاية أو لينهي لوحته. And stick it on their team poster، وألصاقها على بوستر الفريق. The poster was، كان البوستر finished، قد انتهى. And they were all very happy، وكانوا جميعهم سعداء. شو رأيكم بهالمسرحية؟ أنا شخصيا حبيتها كتير. هلا دائما في جداول هيك عم تكون على اليمين، في إلها فائدة كمان. عم بيقول reading strategy، طبعا الاستراتيجية من هاي القراءة. You will understand the text better if you learn the meaning or phrases، أن سوف تفهم النص بشكل أفضل إذا تعلمت معنى العبارات. Like how are you doing، كيف حالك. نحن دائما بنقول how are you، هي how are you doing كمان، يعني إذا تعلمنا أشياء جديدة. What's the matter، ما المسألة. Is something wrong، هل يوجد هناك خطب ما. Of course، بالطبع. Rather than individual words، أكثر من الكلمات المفردة، يعني هيك عبارات، كنا نحفظ بشكل عبارات، هي الهدف من القراءة. أنه نحن نحفظ عبارات أكثر مما هي كلمات مفردة. أوكي يلا آخر شيء أنا عندي إياه هون values، تقييم. Look at the list of the classroom sharing rules، عم بيقول انظر إلى قائمة قواعد المشاركة ضمن الصف. Which two do you think are the most important، ما هما أكثر اثنين من هؤلاء القواعد أكثر أهمية. Match the rules with the big charts A to E، عم بيقول صل القواعد هذه مع الصور من A ل E. طيب هلا خلينا نشوف شو هي الرولز اللي عندي اياها. عم بيقول كلاس روم شيرينج رولز، قواعد المشاركه في الصف. عندي ون ورك توجذر، اول شيء العمل سويه، كثير مهم انه العمل سويه. وين عندي العمل سويه؟ اي بي سي دي اي. تو هيلب يور تيم بريبير ماتيريال، مساعده فريقك على تحضير المواد. 3 سي ويل دون، انك تقول احسنت تو يور تيم لفريقك. For share things with your friends، مشاركة الأشياء مع أصدقائك. Five say please and thank you، قل من فضلك وشكرا لك. Okay، هي الرولز. خلونا نشوف يلا.